رزق كان مصافية. عايزك تاخد الموبايل بتاع سليم ده من العربية وتطلعه له وتنزل بسرعة، فاهمني؟ وعايزة بعد كده أقول لك مكانك ياد ورا بسرعة. ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا فارس، انما قول لي يا ابني انت جبت الفلوس دي منين؟
ما تشيليش هم انت يا صفيه، خروجي بالسلامه وفداك الدنيا باللي فيها. والله لولا الازمه الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلاد المحيطه كان زماني دلوقتي بعالجك في المانيا. طب خد يا فارس، انت نسيت المصحف معايا، وانا عارفك ما تحبش تمشي من غيره. بقول لك ايه؟ هو انت في حاجه مخبيها عليا؟ انا مخبي عليكي ايه؟ مخبي ولا مبين؟ كل الحكايه بس ان انا ما نمتش بقالي يومين. جعانهم والله. خد حط لي ده في الزيب في ليزر. يا حبيبي يا ابني، ده باين زينهم مجوع. خد يا رؤي، اديله يا حبيبتي السندوتش ده. يلا. اثبت يا مكانك مش هنا، اشتغل شغلتك واحنا نمولك. يلا قوم يا يلا يا يلا يلا يا عشان عدها لك يا فارس. يلا يا الرجوله ملهاش قطع غيار. يلا يا عم انت اهو اتكل على الله. يلا يا عم الحاج عليك، عايزينك اتكل على الله. يلا 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 يا عم انت اهو. عاش يا فارس يا جاني. بلا عاش بلا معاش، ما انت طول ما انت رايحه جايه مش عارفه انت رايحه فين، الكبير والصغير هيعكسك وتجيب لي المشاكل. انت بتتكش قوي كده بس وتستقوا عليا. طب يلا شوف انت رايحه فين. طب هشوفك بالليل. ربنا يسهل. ماشي سلام. تعمل لها كام الدبله دي؟ اه ايه اللي حيشنا اقول لك يامه؟ ايه يا فارس؟ لا تقولي لي ان رؤيه زي اختك. امال هي ايه يا واد؟ زي اختي اه، بس نفسي في الاخر تطلع بنت عمي. ولا هي ملك الديني؟ طب اشرب الشاي. طب اشرب الشاي، احلى طب اشرب الشاي في الدنيا. فارس خلي المصحف ده معاك علشان يحفظك. احلى هديه في الدنيا يا ام صفايا، ربنا يخليكي لينا. طب احنا هنستاذن احنا بقى عشان نلحق. فارس خلي بالك منها. ما تخافيش يا ملكة ملوك مصر الوسطى، في عيني من جوه. المشوار ده انا جاي معاك اتفرج من بعيد. دي بقى عمرو قالي كنت بحكي لك عليها. بص هما ادتني ايه؟ ادتني مصحف كتاب ربنا. ساعة ما شلته وانا حاسس اني بني ادم تاني. مهربك بيطلع من هنا وبيوصل من هنا. رزقني بزينهم في نفس الوقت رزقني برؤية وصفية. يا سلام عليك يا واد يا جن، انت واضح كده ان هو شقك وانا معرفش. طب والحاجات دي اتسرقت امتى؟ النهارده الصبح.
بعد الفجر بشويه. الواد هرب من نعيم بس صوروا الصوره دي. الواد ده لو مسجل خطر سهل قوي اجيبه يا باشا. لو مش مسجل يا تهاني. ازيك يا نانا؟ سبعة. سيبك من نانا دلوقتي يا تهاني وخلينا في موضوعنا. يا باشا ما تقلقش. حتى لو مش مسجل خطر، نجيبه عن طريق الموبايل والساعة اللي سرقهم من العربية، سهلة. تفتكر في حد يتزق الواد علينا؟ ما اعتقدش. شكله كده عيل بيقلب عربية ولا حاجة. أنا حكاية شكله دي ما بتريحنيش. الموبايل اللي خده الواد ده عليه رسائل وايميلات من الناس اللي بنشتغل معاهم بره، فما تقوليش بقى شكله مش شكله. انا عاوز الواد ده متكتف هنا قدامي في اسرع وقت. ادخل يا زينب. ازيك يا زينب؟ في نعمه يا باشا. عايز مني خدمه يا زينب؟ انت تؤمر سيد الناس، ما عشان سعادتك تجيبني انا واللي زيي يبقى اكيد في حاجه مهمه قوي راحت منك وعايزها. اصل يا زينب واللي هيجيب لي الحاجه دي ومين اللي صرفها؟ عندي جميله كبيره قوي، يا اما بقى هعلقكم كلكم لحد ما يبان لكم صاحب. ده لو بان لكم يا زينات. انا تحت امرك يا باشا وتحت امر الحكومه. ماشي. تعرف الواد ده؟ ولا عمري شفته يا باشا. عمري ما شفته يا باشا. انت هتشغليني يا برا؟ ان شاء الله كفاح. عمري ما شفت الخلقه دي قبل كده يا بنت. استنى يا عزم. تحت امرك يا باشا. تطلع لنا ملف زينات نفتح لها قضيه من القدام. انت قاعده معانا شوي. تحت امرك يا باشا. ولا اقول لك انت بنت حلال يا بنت زينات، فتبعت تجيب لنا الجواهرجي اللي اتسرق الاسبوع اللي فات عشان يتعرف على حتتين الصيغه دول اللي لقيناهم مع زينات. ولزمه ايه ده كله بس يا باشا؟ عشان انت مش هتمشي من هنا الا لما الواد ده يظهر يا زينات. اثبت يا نهار اسود. فيها بايه؟ يا نهار اسود فيها بهواد. ومش كانوا لاغوا التحرش ولا ايه؟ انت فاكر انك هتعرف تهرب مني يروح امك ولا ايه؟ طب بالراحه يا بيه، بالراحه يا بيه. سلاح لواح، سلاح فيه شيطان. بالراحه يا رجاله، بالراحه. انت بنتفاهم يا رجاله؟ يا جدعان انتوا لو قابضين على بن لادن مش هتعملوا كده. ايه ده؟ سيد مسله؟ ايه اللي جابك هنا يا واضح ان الناس الجدعان دول عايزينك في موضوع مهم قوي. كلك نظر يا حلال. انت فين؟ انا هنا وانا فارس جلجل. ليلتك بلاك بلوك يا ابن العبيط. بالراحة يا عم. بالراحة يا كبير. الجو ده يا رجالة؟ يا رحمك. هتأثر ولا هتتعبنا في ليلتك السوداء؟ يا عم العالم انت مش قابض على جواسيس. الحكاية ما تستاهلش كل ده. لا ده يستاهل وبالقوي. بس انت اللي مش واخد بالك. طب قرينا يا كبير ناوي معانا على ايه؟ تستعجلش ياض على رزقك. لسه التقيل ورا. وضبوهم لحد ما بلغ الباشا انهم شرفونا بالسلامه. وضبوهم دي ادي ما هو رجاله ومش مريحاني على فكره. في حاجات اجدد يعني. في سيبوهم، سامحوهم، فكوهم. انا عندي سيوله قدام وقولين عصام وضحك علي وواطي. اه
اسمك ايه؟ باشا بيقول لك اسمك ايه؟ محتاجة تفكير دي؟ محتاجة تفكير؟ هتنقي؟ كفاية! مين اللي زقك عليا يا ولد؟ محدش زقني. امال فتحت عربيتي ليه؟ من حظ الذكر. كنت مزنوق في قرشين ما لقيتش غير عربية سعادتك قدامي. حياة أمك. أنت فاهم إن أنا ممكن أصدق الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ يا باشا تصدق ولا ما تصدقش هو ده اللي حصل. علقوه. يا باشا هموت وحياة ربنا. يا باشا ده أنا واخد ساعة من العربية اللي مسرع العربية كلها تعمل إيه كبير؟ يا باشا يا باشا انا هموت يا باشا يا باشا. اللي بيحصل ده مش رجوله على فكره وكده الواد هيموت في ايديكم. اكتب يا بدر بعلقك مكانك. طلعوه. ولا يا تجيب من الاخر وتقول لي مين اللي بعتك تدور ورايا يا اما اخرتك هتبقى في البرميل ده. يا باشا والله العظيم لو عدت كلام تاني كنت ريحت نفسك وريحتني وريحت ال... انا بموت. نزله ابن الكلب ده. يا باشا والنبي والنبي يا رجاله والنبي يا رجاله. تلجاني على روحك. فاهم يا روح امك؟ فاهم؟ فارس لو لسه عايش رد علي. عايش يا ابن الفارية. بص في ايه ورايا؟ اكسر كوبايه وفك نفسك. انا عرفت ان الواد ده مفيش حد وراه وانه كمان اول مره يعملها عشان محتاج فلوس لعمليه واحده قريبته حاجه كده زي الافلام القديمه. انا اتاكدت من كل ده بنفسي يا سليم بيه. وتليفونك اللي عليه الرسائل والايميلات اهو. الواد ده ما لقاش الا عربيتي انا ويسرقها من ضغطه الاسود. بس انا تحرياتي بتقول ان الواد ده طول عمره ماشي جنب الحيط ومالوش في العون. بس برضه ما نقملوش. شوف يا باشا انا عملت اللي عليا والواد عندكم اعملوا فيه اللي انتوا عايزينه بس عن نفسي بقول لك ان مفيش حد وراه. سلام. ايه ده انت مش هتتعشى معانا؟ لا ده انا عندي عزومه. سلام. بس برضه سعادتك الواد ده خطر علينا والصح ان احنا نخلص منه لانه كده عرف شكلنا وعرف عننا كل حاجه. بس مش عاوز حد يحس بحاجه. زلبطه